معسكر المنتخب هادي أم مشتعل؟ أزمات أم الأمور مترتبة؟ الجزء الإداري كويس ولا في لخبطة؟ والله هادي يا كابتن، ومعظم الحاجات اللي بتطلع يعني فيها نوع من الإثارة ونوع من يعني طبعاً في بعض الإعلاميين بيحب يثيروا الرأي العام علشان الناس تتابعهم وناس يعني سمعنا مثلا إن في خناقة بين أحمد الشناوي وبين محمد الشناوي، في أزمة كبيرة قوي بينهم هما الاثنين، وبعد كده بقى تلاقي الصحف ده ضربوا بعض ده مش عارف إيه. هل كان في خناقة ولا أي حاجة من دي؟ والله يعني في صورة هبعتها للأستاذ محمد دمر داش طلعها على فكرة. احنا أنا وعراقي يعني قلنا الصورة تطلع. بص يعني أحكي أدام أنت سألت السؤال، في ناس بتقول إن حصل خناقة بينهم يعني تاني يوم من الخبر ده صورة بالصدفة والله يعني محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومعهم عمر جابر اللي هو كان بيقول لك في خناقة على موضوع الشارة وشارة القيادة. هم التلاتة الراجل بيعمل حاجة في التدريب كده معينة في أول التدريب بتفك اللعيبة مع صلاح ماله لا قبل صلاح ما يجي ما ده الوقت اللي كان عمر جابر هو كابتن فريق قبل ما صلاح يجي اللي هي الفترة بتاع اللعيبة المحليين قبل يوم 19. عمر جابر واحمد شناوي ومحمد شناوي قاعدين بيهزروا مع بعض وبيضحكوا مع بعض، هم الثلاثه صوره تركيه خالص. ما رضيناش نطلعها وما رضيتش ننشرها عشان هيقول لك ايه ده مظبطين شناوي وشناوي وشو ما بيضحكوا عشان تطلعوها. ايوه يعني يقول لك ده مصورين عشان نطلعها، والله صوره تركيه خالص يعني حتى ما رضيناش ننشرها عشان ما يقولكش ايه ده كده بياكدوا ان في خناقه. ولا في اي اشاعه تاني تاني يعني في كان في موضوع سيراميكا مثلا موضوع او ده تريزيجيه ده في الاخر موضوع سيراميكا مثلا سيراميكا في موجودين في معسكر المنتخب. اكمل لك بس على حته الشناوي محمد الشناوي الازمه ان في ازمه بسبب التيشيرت ورقم 1 ورقم 16. احد الحراس يعني بدون ذكر الاسامي قال لي طب انا هعمل ازمه ليه اصلا لو ترجع بالزمن او الناس ليه بتنسى افريقيا 2019 اللي كانت موجوده هنا في مصر. مين كان لابس رقم 1؟ احمد الشناوي. مين كان رقم 16؟ محمد الشناوي. مين لاعب اساسي او مين كان حارس الاساسي؟ محمد الشناوي. كان محمد الشناوي والدنيا عدت زي الفل ايام اجيري والمنتخب كان في بطوله افريقيا للاسف كان خرج من جنوب افريقيا. يعني محمد متفاهم القصه بسلاسه الراجل. الله ينور عليك، ده الرساله اللي عايز توصل يعني الراجل بيتكلم بيقول لك ليه توصلوا للناس او الناس توصل لها حاجات معلومات غلط. انا في افريقيا انا كنت رقم 16 وهو كان رقم 1 ولعبنا عادي مش هنتخانق على التشتات. موضوع سيراميكا بعض الناس طلعوا قالوا ان سيراميكا كانت موجوده مع المنتخب في الفندق الاقامه اللي كان في برج العرب والدنيا زي ما بيقولوا كده باللفظ سداح مداح لعيبه المنتخب عند سيراميكا وفي الاوض ولاعيبه سيراميكا عند المنتخب في الاوض. والله ما حصل خالص. احنا دور في الدور الثاني حضراتكم طبعا موجود في هم في نفس المعسكر في الحته اليمين في هم في نفس المعسكر في الحته الثانيه خالص. احنا كنا لينا مواعيد تدريب مواعيد الجيم الاسبوع الحاجات دي كلها من الساعه مثلا يعني مثلا لو احنا هندخل الحاجات دي الساعه 5 الساعه 3:30 الحاجات دي تبقى مقفوله وامن واقف وامن الفندق واقف مانعين اي حد يبقى موجود. سيراميكا الكابتن احمد الحقيقه مدير فني لسيراميكا يعني الحقيقه الراجل احمد سامي من الناس المحترمه جدا كان بيتدرب في المواعيد غير اللي احنا بتاعتنا يعني مثلا لو احنا بنتدرب الساعه 5 هو بيتدرب الصبح الساعه 10 يعني ما اتقابلتوش يعني خالص يا كابتن يعني في الاخر بالصدفه مثلا صوره يعني صلاح مثلا وهو نازل راح التدريب او رايحين بيتقابل مثلا في تحت مع صلاح امين دي الصوره الوحيده اللي كانت موجوده في المعسكر لكن غير كده ولا اي حتى الكابتن احمد ناجي اللي هو كان مدرب حراس مرمى منتخب مصر 6 أو 7 سنين ومعظم اللعيبه اولاده يعني الراجل كان متفاهم ما طلعش عند اللعيبه حتى يسلم عليهم عشان برضك ما يتقالش كلام خالص. المعسكر يعني كان في امن كان في ناس حراسه خاصه من الفندق مفهوم على الغرف ما فيش اي حاجه. إيه الموضوع الثالث؟ موضوع تريزيجيه وان يقال ان هو احنا الناس الاداريين في المنتخب بعتوا طلب استدعائه لنادي تاني غير النادي اللي هو موجود فيه. ده امر خاطئ تماما. احنا شفنا الايميلات حتى يعني جبنا الاداريين ساعتها يعني بعد ما الخبر اتقال ان في خطأ ان تم ارسال خطاب لنادي تاني نادي تريزيجيه السابق جبنا الايميلات وجبنا الفاكسات وجبنا كل حاجه يعني على غفله يعني ما استناش للصبح مثلا ان الاداريين هيسمعوا الموضوع فيقعدوا يستفوا الورق لا جبناهم في ساعتها الموضوع الناس الحقيقه باعتين لنادي طرابزون في مواعيدهم وهو جه في ميعاده وتريزيجيه موجود يوم 19 في مصر انضم يوم 20 لمعسكر المنتخب
ما فيش اي حاجه خالص من الكلام اتقال ان في ان تم ارسال خطاب للنادي تاني. الناس بتتكلم ان رقم الصادر واحد لمعظم اللعيبه المحترفه، هو ده فعلا اللي حصل، ان رقم الصادر يا كابتن بيطلع زي ما انت عارف اللعيبه كلها بتطلع جواب واحد، ما ينفعش اطلع كل جواب للعيب محترف، بيطلع صيغه الجواب صيغه واحده اللي هو الاصل الموضوع بتاعه استدعاء المحترفين، بيتم كتابه الاسماء اللي كانت مستدعاه، كانوا 8 محترفين وقتها، منهم صلاح ومنهم مصطفى محمد ومنهم تريزيجيه ومنهم احمد حسن كوكا. فدي برضك من الحاجات اللي كانت يعني اتقالت ان فيها اخطاء، لكن ده ما حصلش. المعسكر الحمد لله الدنيا خرج بصوره كويسه، ماتشين النيجر وليبيريا الحمد لله كسب، يعني الراجل الناس ظهروا بمستوى كويس، الامور ماشيه على خير يعني. ما فيش اي ازمات وما فيش اي مشاكل الحمد لله.